الحكايه مش جديده يا سعاده البي، حصلت في بيوت كتير في المنطقه ومن غير سبب. ابو الجن اسمه سميه، اهبطوا اينما كنتم في الملكوت. مش معقول هكتب في التقرير بتاع ان سبب الحريق جن. الجن موجود في القران. اللي كانوا ساكنين البيت ده من الجن العصاه. الناس دي بتعرف تبيع الوهم كويس قوي. هو الجن ممكن يأذي البني ادمين؟ شمس طلق عفريته على معتز. الجن قد علموا بنكرانك لوجودهم. العفريت بتخفي. في نفس في البيت غيري انا وانت. عفريت الا بني ادم. الكبريت الأحمر يوميا 8:00 مساء.